شايف ان في بعض الاشياء ممكن تحتاج اكثر من ذلك لخروج الدولة من ملكية بعض المشروعات. انا اللي شايفه انه مجرد ان الدولة بشكل عام تقول انا من هنا ورايح هحط سياسة وهحط مبادئ، وده اللي مكتوب في الوثيقة بشكل جيد، ودي المعايير اللي هعتمدها، ثم تبدأ ربما في اصدار هذه يعني في التحديد اولا باول كل 6 أشهر كل سنة. يعني انا فعلا مشفق ان احنا نلتزم بالتخارج من كل هذه القطاعات خلال 3 سنوات، ثم نصطدم بأي عوائق أو أي مشاكل محلية أو دولية فيحصل أي تراجع فيها. فأملي أننا يعني ننتبه إلى أن مصداقية هذه الوثيقة هتكون في المحك وهتؤثر كتير جدا في مستقبل مصر الاقتصادي. دايما ما يطرح يا دكتور زياد هي الضمانات للقطاع الخاص. القطاع الخاص بسبب السنوات الماضية والتأجيل والتاريخ مع الحكومات المختلفة بيبقى قلقان شوية. هل تعتقد أن ما جاء في هذه الوثيقة يضمن للقطاع الخاص المشاركة أو الاستحواذ بشكل يضمن له الاستقرار والنجاح؟ الوثيقة أهم ما يطمئن القطاع الخاص، ومتأسف أني هكرر النقطة بس من منظور مختلف. أهم ضمان للقطاع الخاص وأهم ما يطمئنه إن اللي يتقال يتعمل، واللي نوعد بيه يتنفذ، وإنه يبقى فيه يعني تقدير لكل الظروف والملابسات علشان ما نجدش نفسنا مضطرين نتراجع أو نغير أو نقول هنصدر إصدار تاني إلى آخر. ده أهم ضمان. أما من ناحية ضمانات شراكة الدولة بقى مع القطاع الخاص، يعني أنا راجل مثلا ناوي الدولة تقول هشارك في الموضوع الفلاني ب50% اللي عايز يدخل معي، ممكن تيجي شركات، وأكيد هتيجي شركات وأفراد مستعدين يقبلوا على هذا. ده موضوع بتنظمه بقى مجموعة يعني قوانين ولوائح وحاجات كتيرة جدا. لكن الوثيقة اللي معانا بتعمل حاجة مهمة جدا، ربما تلتها فقط هو اللي بيتناول الجزء حضرتك سألت فيه الأول اللي هو تحديد القطاعات اللي هنقعد فيها ونخرج منها. تلتينها بعد كده بيتكلم عن سياسات الحوكمة، اللي يعني كأن الدولة بتقول ولما هشارك في حاجة ادي الاسلوب اللي انا هشارك بيه. سياسات الملكيه تبقى ازاي؟ بناء البيئه التنافسيه هيبقى ازاي؟ ده كلام مهم جدا، واول مره نتطرق له بهذا التفصيل، وبالتاكيد مطمئن، لكن اهم حاجه انه يكون في اليات للمتابعه واليات للتاكد من اللي بيحصل، علشان مره اخرى مصداقيه الورقه دي في غايه الاهميه.